خلوني افكر حضراتكم بقضيه بدور اللي جوزها اتجوزها بدون قسيمه جواز حقيقيه، يعني القسيمه مضروبه وبمأذون مزور. خلونا نطلع نشوف الجزء ده ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معنا. اي حد بوصل له وبيعرفه بيتضامن معاه وبيبيع قضيتي. انا جالي زول وما صدقتش ان هو يعمل كده فيا، ما صدقتش. راح اجيب حقوقي وحقوق اللي ببطني، اعرف ان كل ده كده. انا اتزرع عكسي والزرع دهبي، كان عايزني اسقط وقلب بلطجيه، حطولي الجنين على صينيه. انا في الاول وفي الاخر واحده ست، مش راجل عشان اتعرض لبلطجه واتعرض لضرب وخطف والباب يتكسر عليا، والاقي ست تدخل عليا تتهجم عليا وتضربني وتهني. اتشتمت في المكان ده، مش قادره اقول لحضرتك اتشتمت باوسخ الالفاظ من الناس اللي جات لي، والضرب واللي حصل لي الاتحاد الملاك الله يسامحهم اتحدوا مع بعض وقالوا مدام بدور لازم تمشي من المكان، عين انا عايشه هنا انا واولادي بقالي 5 سنين، لو سبت عقد الشقة دوت ممكن اخد في برج تاني جنبي من كتر ما الناس بتحبني ومعروفة ان انا ست محترمة وان انا في حيالي وبربي اولادي. بس من بعد المشكلة ديت قالوا خلاص مدام بدور لازم تمشي من المكان، قلقت عيالنا وخضت عيالنا والفاظ مش كويسة والبلطجية اللي جت. انا حاسة ان انا في كابوس وحاسة ان انا في حلم، اصلا مش مصدقة نفسي. بدور اللي جوزها اتجوزها بقزيمه جواز مضروبه. بدور مساء الخير. بدور مساء الخير. مساء النور يا فندم. طمنيني عليكي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. قولي يا بدور. كتر الف خيرك ومتشكره جدا جدا لحضرتك. ايه اللي حصل بعد الحلقه؟ قولي لي جيرانك قالوا لك ايه؟ شايفه مشكلتك بقت ازاي؟ اتكلموكي قالوا لك ايه؟ احكي لي. انا بشكرك جدا جدا جدا، انت لولا ان حضرتك قلبك جميل ولولا ان انت انسانه صادقه وصلت فعلا صوتي للناس كلها. وعرفت الناس كلها فعلا ان انا صادقه وان موضوعي فعلا كل الناس لمسوه بقلبهم. مشوك من بيتك ولا قالوا لك ايه؟ من كل الناس، كل الناس صوتي وصل لكل الناس. كتر الف الف خيرك. اول تليفون جالك يا بدور كان مين؟ والله ناس كتير تكلموني وقالوا لي احنا عرفنا موضوعك واحنا ما كناش عارفينه. ناس من جيراني طبعا، بعض من الناس طبعا طلعوا اعتذروا لي للي حصل طبعا، وانا بتشكرك جدا وعايزه اقول لحضرتك مفاجاتين. اتفضلي. اول مفاجاه ان انا مش هسيب المكان خلاص. مبروك عليك يا بدور، انت بنت حلال. ربنا يخليك يا رب. والحاج فتحي قال لي اقعدي مش هتسيب المكان خالص. مين الحاج فتحي؟ صاحب الشقه. طيب ربنا يا رب يبارك له بعد. شكرا يا حاج فتحي، متشكرين. اتفضلي. وحضرتك اللي وصلتي صوتي، يعني انت السبب في كل اللي انا فيه ده. اشكرك بعد ربنا سبحانه وتعالى. اتفضلي. ربنا يخليك. المفاجاه الثانيه. كل خير. والمفاجاه الثانيه اني الورقه بتاعت القسيمه جت من الطب الشرعي واثبتوا ان دي امضتي وامضته. بس يا بدور ان شاء الله باذن الله احنا معاكي لحد ما توصلي لبر الامان وتطلعي قسيمه شهاده ميلاد ريتاش، مش هنسيب قضيتك ابدا. واثقه جدا في رجاله مصر المحترمين اللي زي الحاج فتحي، واثقه لكل ست شافتك وعذرتك وعرفت انك في محنه حقيقيه. انت ست جدعه، كملي وقفي جنب ولادك واحنا معاكي. انت دخلتي في قلوبنا السعاده والبهجه انا واسرتي البسيطه. يعني بص سلامي لكل ولادك يا بدور وربنا يحميهم ويخليهم. انا اللي بتشكرك قدام كل الناس. كتر الف خيرك وجزاك الله كل خير. اشكرك. ده الاعلام الشريف النظيف. اشكرك. كان عشان جايلي من قلبك، فربنا نجح الحلقه وخلى الناس كلها حست بيا. شكرا يا بدور، اشكرك جدا. وبرضه بقولها لك تاني، احنا معاكي يا بدور لحد ما توصلي لبر الامان.